تمام. فمشكلة الملح هو فقط أن نلقي الضوء عليها. وأنا بشكر هذا التوجه إن إحنا ممكن نصل إلى ثروة صناعية كبيرة على ملح كلوريد الصوديوم. الأزمة عندنا في النوعين، النوع الصناعي والنوع الطبيعي. هو لا يوجد أزمة في ملح كلوريد الصوديوم. كلوريد الصوديوم إحنا بنصدر منه. يعني الاستخدام المحلي لكلوريد الصوديوم الآدمي يصل في حدود من 450 ل 500 ألف طن، اعتمادا على أن حاجة الإنسان حوالي 6 كيلو جرام في السنة. 6 كيلو جرام في السنة تقريبا، يعني من 4 ل 6 كيلو جرام، لو ضربناها في 100 مليون يصل إلى حوالي 500 ألف طن احتياج مباشر لكل فرد من كلوريد الصوديوم. فبالنسبة لكلوريد الصوديوم لا يوجد كميات كبيرة مستوردة، ولكن احنا بنصدر من هذا النوع إلى الأسواق الخارجية. فملح كلوريد الصوديوم في حد ذاته، ده يمكن تصحيح الرقم، وأنا بنتهز هذه الفرصة، إن الرقم 3.7 من 10 مليار دولار استيراد ملح كلوريد الصوديوم، لا هو في حقيقته أملاح، أنواع أملاح مختلفة وليس كلوريد الصوديوم. وأنا يمكن اللي عايز أقوله كمان النهاردة، هما مش 3.7، هي الحقيقة 10 مليار و200 مليون و500 ألف دولار ما تم استيراده لمصر في خلال سنوات 13 و14 و15 من 56 نوع من الأملاح المختلفة.